حياك الله. الآن الحوثيين يقولون أنهم سوف ينسحبون من الموانئ ويطالبون بردة فعل الآن على هذه الخطوة التي اعتبروها خطوة لتنفيذ الاتفاق. ما هي المعلومات لديك بشأن هذا الانسحاب من قبل الحوثيين؟ وليس بالمعنى الصحيح انسحاب، وإنما تسليم من ميليشيا كانت ذا مركز داخل الميناء إلى ميليشيا أخرى ارتدت زي الخفر السواحل، وأغلبها من تم تجنيدهم خلال 3 أشهر الماضية داخل قطاع خفر السواحل. أعتقد بأن البيان الفريق الأممي اليوز جارد في الحديدة اليوم يعني للأسف كان مخيب الأمال، خاصة أن الكل يعلم بأن كل القطاعات الأمنية التي تدار داخل الحديدة أو في مناطق سيطرة الحوثيين هي تخضع للحوثيين وتخضع الحوثيين أمنيا ومحليا، وكل من فيها من قيادات تم تعيينهم مؤخرا بعد سيطرة أو انقلاب الحوثي، خاصة قياداتها العليا، ولا يوجد ما يوحي بأن هذا التسليم فعلا. يعني هو في الاتفاق يقول أن التسليم سوف يكون للموظفي المحافظة الذين كانوا موجودين قبل العام 2014، هل تؤكد أن هذا التسليم لم يكن لهؤلاء الموظفين وإنما لشخصيات استحدثت يعني في مناصبها بعد ذلك؟ غير صحيح هذا الكلام، التسليم لم يكن لأي موظفين كانوا موجودين في السلطة المحلية قبل عام 2014، ما تم تسليمه هو لقوات خفر السواحل. دعني أوضح نقطة مهمة جدا، عملية الانسحاب التي يتحدث عنها الجميع بما فيهم الحوثيين هي ليست انسحاب عسكري حتى اللحظة أو إزالة المظاهر العسكرية. كل ما يعني سيحدث في هذه الموانئ الثلاثة هو تسليم إدارة الموانئ ماليا واداريا الى الفريق الاممي والامم المتحده لادارتها. اما ما يتعلق بموضوع الحمايه الامنيه وما الى ذلك، فبالتاكيد المسيطر على المحافظات التي تخضع لسيطره الحوثي هم سيكونوا في الواجهه الرئيسيه، لان المعارك لا تزال على نقاط التماس، لا يوجد سيطره كامله على للحكومه الشرعيه والقوات المشتركه على المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثيه، بمعنى ان اي فريق اممي او اي فريق اي إدارة لموانئ الثلاثة في الحديدة ستكون تحت إطار أمني يخضع لميليشيا الحوثيين بدون شك. طب أكد لي بس هذه النقطة بسيم، عذرا عن المقاطعة، هناك صور فيديو نشرتها الجماعة الحوثية لشاحنات يعني تضم مقاتلين لها يخرجون من الحديدة، يعني هل هذه الصور أكيدة؟ هل تمثل جزءا يعني من الاتفاق مع المبعوث الأممي؟ أخي العزيز، كل هذه مسرحية وكل ما يعلم عن استحداثات أمس بعد أن عملية الانسحاب اندلعت المعارك مجددا في نقاط التماس، وكان هناك حشد للحوثيين في عملية تسلل واضحة لمواقع التمركز من القوات المشتركة. ما يحدث في موانئ الحديدة الثلاثة من مسرحية لا علاقة له بتحشيد وقتال الحوثي على الأرض. الحديدة تضخ بكثير من المقاتلين الحوثيين الذين يتوافدون بشكل يومي إليها. ما يحدث هنا مسرحية واضحة جداً.